اليوم تعلمت اسوق سيارة عادي. كفو. شلون انت تشتغل؟ ما انا بس انا اول ما شغلت بس ولا شبني في السناب سكت عدل. وخدت بدور عدل. ورقت الزوالة حقين. اي راحت الحالة اي راحت الحالة. ورقت وغرس في. شلون عرفت يا با؟ اي. اتغيرت من الاولي. كفو. ودي اللي ما يسوق. اليوم انا ويا بريضي اسوق سياره بكره اسوق تريله. نعم. والعقبه هليكوبتر الله يسلمك. وهليكوبتر طياره بعد. ايه. طفت السياره بعد اي شغلت بس شغلت ثانيه. قلنا العيب من السياره لك عليه. السياره لك عليه. العيب من السياره. السياره قديم ولك عليه تدري. تدري لك عليه يا يبا. الواحد قد تدخل على السناب مريض شوف سوقاتي واحكم. كفو كفو حياك كفو عبد العزيز. يقول نشوف نوديك الرخص. قلت مستعد اروح الرخص. ايه عاد بيض وجهك فشينا علموني بكره بعد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انك تستلم الرخصه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حديد نسهل 20 15 سنه ورخصتك عندك ان شاء الله. اقول مش كيف جايب ان شاء الله ان شاء الله بكره. يا جماعة الخير الله لا يعيدها من أيام الكورونا أصيب بمرض الكورونا. ذكرون اللي أصيب بمرض الكورونا البعض تطلع عنده بعض الأعراض أنه يفقد الشم أو التذوق لأيام معدودة. تفقد الشم والتذوق يعني تاكل ما تحس بطعم الأكل. تخيلوا يا جماعة الخير أيام معدودة فقط كيف تتضايق أنك تاكل ما تحس بلذة الأكل. تدرون مرضى غسيل الكلى او اللي عندهم الفشل الكلوي يا اخوان انه من بعض اعراض الفشل الكلوي انه مرضى الفشل الكلوي يا جماعة الخير يعانون معاناة كبيرة والله. الله يشفي كل مريض. جمعية كلانا يا جماعة الخير عندهم برنامج جميل جدا يوفرون غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي مجانا. برنامج عظيم. تخيل انك تشارك في غسيل كلى لمريض الفشل الكلوي. اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. تحتسب عند الله عن نفسك عن والدينك. وبكره يوم الجمعه ها والليله ليله الجمعه بكره يوم فضيل. الله يكتب لنا ولكم الاجر بريال واحد يوميا. تساهم مع جمعيه كلانا في البرنامج العظيم وقد تكون سبب في انقاذ روح. وما اعظم هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. كيف طريقه الاشتراك؟ برسالة قد تنقذ حياتهم. ارسل 16 الى الرقم 5060 او ارفع الشاشة فوق. ريال واحد يوميا. المساهمة سهلة جدا. اذا رفعت الشاشة فوق تجيك الصورة هذه يضغط عليها بيوديك للرسائل. قل له ارسال انت بكذا اشتركت. خلاص اشتركنا. او ارسل 16 الى الرقم 5060 والله يكتب لنا ولكم والجميع المسلمين والمسلمات الاجر والخير. والله يرحم والدينا ووالديكم في ميزان حسناتكم. ايه وهذا الشباب قاعدين هناك شوفهم ما شاء الله تبارك. وهذا السوق خلى منه. الله الله سمع البلابيل في الشجار ما حد حولهم هنا عايشون ما حد حال ما شاء الله. شوف هذا السوق ما شاء الله تبارك الله
شوف السوق. ايه ما شاء الله تبارك الله. هناك السيارات مسكين سرعة ما بعد يدخلون. ايه الله 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 الله. الله الله. ما شاء الله تبارك الله. هذه صفونا هنا عشان صفونا هنا عشان يحرجون عليهم. هذا أول سيد ها. ما شاء الله تبارك الله. أوه جاي السرعة يمشي. ما شاء الله تبارك الله. هذه السيارات صفونها. هذا رقم واحد ولا رقم اثنين ذا؟ ها؟ رقم واحد منه ها؟ لا هذا واحد. اي هذا واحد. ما شاء الله يقولون كمل التمر اي ها. ما شاء الله صفون راي التمر رقم واحد رقم اثنين على حسب. شوف السيارة دي. ما شاء الله تبارك الله. ما في أحلى. مفروض عضلات 3100 ترى ما يجي ميزان. كلام ميزان كل حق اي والله بعد سجل هذا كراتين. ما في حاجه اكذا زين. ثلاثة ومية
يبارك له الله يبارك له على الوقت حياك الله صباح النور الله حياك الله صباح النور الله 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 تفضل اخر ابو علي واخذ ما مع الربع هنا ما رحنا حياك الله ما شاء الله هذا هو البدع ما بروح تودي حق مطير ولا هي ودي صنع هذا اقول انا خبرك هنا وتودي حق مطير ادري عن اول ما اول سنه هو هنا تصل عليه بس هذول بروح ما كنت جاي لا سجل يلا مشير راح خاص بحيله يقول لك كبراد يقوم قد الشمس انا غصبني حياك الله حيه لونك طيب زين واللي عمرك شو ربعك كلهم طيبين الحمد لله زين بدويش كلهم ما تقول لنا بدويش بس ها شو ها الله عندي عندي خير الحمد لله ما شاء الله هلا حياك الله لونك صباح النور الله حياك الله هلا شنو بتسجل؟ ايه ها؟ هذا خليت المساعة قطعت اي شفت يلا الله يكرمك حياك الله ما شاء عندك التلبي 50 اركد ما وزن 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 ألف وتسع ألف وتسع ألف 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 بس بس احنا تخرب التمر بس خلاص عارفين عارفين التمر عارفين عارفين هذا بفوصه معروف ذي علي
معروف المدراء مالك خاطر انت تدعي الرجال ابو دراء ايه حبيب ابو رشا يستاهل ابو رشا اقول لك يستاهل الله العظيم يستاهل بارك له الله لا ما في عندنا 1500 خلاص دعم الرجال 2550 الله يرحم والدك انت طير الزباين ما انا حد ما بيوع يعني ما بيوع قال لك سلم مو بزايد شوف طالع 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 هذا يقول لك طالع هذا ذو طالع 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 ازرق ذو طالع ذو طالع حتى ذا فرقه بس انا خلاص احنا لو شرينا شرينا حد قوية حد قوية ما في شيء حد قوية بس يقول لك في فرق ابو علي هلا قل لا اله الا الله لا اله الا الله تعال ركب راح ركبك ذيب راح تعال الحين طالعين من السوق شرينا اللي نبيعه نطلع من السوق ما شاء الله تبارك الله يلا ماشيين من السوق الحين السيارات راحوا الله يحييك شلونك حياك الله زين الحمد لله الله يحييك زين الحمد لله حياك الله يعطيك العافية تسلم ما شاء الله تبارك اليوم عند ابو عبد الله اليوم تشليح حياك الله ابو عبد الله حياك الله شلونك الله يسلمك حياك الله زارتنا البركه امس اقول لك امس اول امس شريت من واحد من عندكم من العمران قال عنده اول شيء اول شريت 9 قال عنده 8 ورحت والله اخذتهم ب 1200 من عنده ب 1200 اي والله ما رضى قال له على 150 يلا يعني عندنا في واجع على 4000 يبيعون فيه وذا باع يقول حياك الله ابو عبد الله حياك الله ملعوز روحك الله يهديك كان قلت حق اللي داق ادق عليه من الصبح ما يرد حق ابو علي نايم ابو علي الحين بيجي الله يغرب شره جايين بس في الاكل بس اي نعم ابو وليد اقول جايين في الاكل بس اي ها حط حق هندينا حط حق هندينا هندينا يا الله سوي بعد امرنا لله اي والله ما يستوي بس ببلاش فكر لا ما عندي شيء يستوي الحالة اي يعني وين من جينا يعني ايش عنده على هالقعود؟ ذي ب 12 ريال احسن هين الله يغفر ذي ايمان هلا لا تعدى عني ترى ما في وقت كيفكم؟ ما يهمك حاضرين يا ابو اي لا تعدى لا انت تطبخ انت اللي تطبخ بعد شلون؟ تطبخ ابو محمد المساعد حقك شباب نعم حياك الله ابو محمد الله يحييك اي مشرف انت بس تجي تطمر وحط لي حبيبي حق الهندي هاي شغلتك حسن حسن من حسن لا اقول لا الظلمة مسكين لا علي بالعافية والله حياك الله شيخ حسن شو اسم الولد بعالي كلنا بعالي حياك الله بعالي الله يطول في عمرك ان شاء الله وتبلغ في عيالك قل امين الله يرزقك يجي ان شاء الله عيال ان شاء الله اللي الله كتب يجي بعد في هذيك الشاي يا ابو وليد يا وليد